سلام دكتورة مريم، تفضلي. السلام عليكم دكتور أحمد، كل ورحمة الحاضرين الله، حياكم الله. بأسماءكم وألقابكم الرفيعة. أهلا وسهلا. حقيقة يحق لنا يعني أن نحتفي ونحتفل ونهني أنفسنا بهذا الإنجاز العظيم، جميل. هذه المنصة التي تمثل فضاء رفيع وساحة نبيلة للعلم والمعرفة، ونهني ونشكر ونبجل دور الدكتور المبدع دكتور سيف السويدي، حيث ما وضع يده كانت بصمة واضحة ومميزة مختلفة عن كل الذي ألفناه وعرفناه في هذه الميادين. ونتمنى أن تظل هذه المنصة بهذه الرفعة وهذا التفكير المختلف الذي نحتاجه صراحة كثيرا في عالمنا العربي، خاصة في ميادين العلم والمعرفة، ونعلم أنه ينقصها كثير يعني. وأنا أفتكر إنه دكتور سيف هو هدية السماء لنا في العوالم العربية والإسلامية لقيادة غادة العلم والمعرفة والبحث، وهذه هي المخارج الأساسية لنصل لأهداف التنمية والتطور واللحاق بالعوالم الأخرى. لا نستطيع إلا أن نقول ربنا يجزيه خيرا عن هذا الجهد المقدس المغدر. دكتورة من وإن شاء الله السودان، من السودان. نعم حياكم الله، تشرفنا بوجودكم ومشاركتكم، شكرا لهذه شكرا الكلمات الطيبة، الله شكرا يسلمك. لك. دكتور أحمد بن مصطفى، الكلمة لك، تفضل. دكتور أحمد بن مصطفى، طيب ننتقل إلى الدكتورة نوارة، إن كانت أيضا دكتورة نوارة، تفضلي. السلام نعم عليكم دكتور، أستاذ أحمد. تفضل دكتور أحمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك يا أخ العرب، جزاك الله خيرا على هذا التقديم الرائع وعلى هذا الصوت بكل خير. الذي ملأ الأقطار التي تجول بنا فيها رفقة هذه المنصة الراقية، جزاك الله خيرا جزاك وجزا الله خيرا الذي ملكك على هذا المقام، فيك وهو الخير. أستاذ الدكتور سيف السويدي، جزاه الله أن كل خير وأعانه الله على كل ما يبذله من أجل إنجاح هذه المنصة، وهي في الحقيقة حديقة متنوعة الأزهار، نشم الروائح طيلة السنة فيها من روائح العلوم المختلفة ومن جهود التي بذلها هؤلاء العلماء وهاتي العالمات من شتى أقطار الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها هذه المنصة دوما تمدنا وتنقذنا من كثير من المطبات التي نقع فيها، وتحل المشكلات المختلفة في جميع العلوم. ودائما لا تنسونا من نحن في الغرب، نحن في غرب الكرة الأرضية، لا تنسونا من حقنا في التواصل بكم فقط. حقكم وشكرا محفوظ يا دكتور. لكم جميعا، السلام عليكم وعامكم دكتور. نعم دكتور أحمد سعيد. من أي جامعة في المغرب؟ من الجزائر، من من الجزائر، الجزائر. ما شرفنا وأهدي والله. هذه الكلمات القوية إلى فلسطين، لا ننسى فلسطين، إلى السلام كل عليكم. الباحثين الفلسطينيين، كل الباحثين الفلسطينيين الذين شاركوا طيلة هذه السنوات، وإلى كل من مات شهيدا من أجل هذه القضية، من أجل ما قضية الأمة. والعلم هناك، العلم التقى هناك، ارتقى هناك علم السماء، علم السماء من هناك. ونسأل الله سبحانه تعالى النصر والتوفيق، ودائما نحن أمة منتصرة إن شاء الله، نحن بدأنا دكتور لنا بالعلم. للمنصة مكتب وأعضاء في فلسطين الحبيبة، وهم حاضرون معنا دائما وأبدا،
وإن يعني غابوا أو فقدوا، رحم الله من رحم وحفظ الله من حفظ. شكرا دكتور أحمد على المداخلة القيمة. دكتورة نوارة تفضلي. رحمة الله وبركاته. عليكم السلام، وأخيرا أعطيتني الكلمة يا دكتور. فيك الخير، الكلمة كلها لك، تفضلي. شكرا شكرا جزيلا. ما يعني ما يأست من أني نعطي كلمة بصراحة في هذا اليوم المبارك وهذا المساء المبارك. أخوتي وأخواتي الكرام، أخوتي في الوطن، أخوتي في الإسلام، أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح الدائم والمستمر لهذه المنصة، مع أني أنا غير متابعة بشكل مستمر صراحة المنصة هذه أعترف بها، ولكنني سوف أغير يعني من سلوكي نظرا لي، كانت والدتي مريضة وكانت أتابعها، شفاه الله، ولكنها رحمها الله رحمه وتوفاها الله. الله. نعم، ولكن أختصر كلمتي بأن أقول لكم بارك الله فيكم وشكرا جزيلا على هذه المجهودات الجبارة. طبعا أحييكم من ليبيا، من بنغازي، من جامعة قار يونس، هي بنغازي الآن، من نعم كلية نعم دكتورة نوارة، لعل الصوت انقطع، لكن تعازينا لها ولعائلتها الكريمة. ونعود إلى الدكتور برزان، إن يتفضل، يعني طلب مداخلة. دكتور برزان تفضل. شكرا جزيلا، بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، الأخ الدكتور أحمد، الأخوة المشاركون الحضور، أحييكم جميعا في هذه الأمسية الطيبة بتحية الإسلام الخالدة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم أقدم السلام. التهاني والتبريكات إلى الأخ الدكتور سيف السويدي وإلى جنابك الكريم وإلى كل الأخوة المنضوين تحت لواء منصة أريد العالمية بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة على انطلاق هذه المنصة الرائدة التي جمعت كل الباحثين والعلماء والناطقين باللغة العربية من كل أصقاع المعمورة، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يكتب لها النجاح والموفقية دائما إن شاء الله. وبارك الله فيكم، وإن شاء الله إلى مزيد من العطاء والتقدم. شكرا 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 دكتور، شكرا. وبارك الله بيك. وأحب أن أنبهكم دكتور الرابط، بعض الأخوة يقولون في مشكلة بسبب ضعف طيب الإشارة، أنا حقيقة عندي إشارة قوية أيضا ما فتح عندي، فأتمنى أن تعالجون المشكلة. دكتور، من أي نحتز جامعة بالشهادة. تحدثنا؟ أنا أستاذ التاريخ الإسلامي دكتور برزام ميسر الحامد من ما شاء الله، جامعة الموصل، أستاذ التاريخ حياك الإسلامي في جامعة الموصل العراق. الله يحييك والنعم، دكتور أحمد، حياك. الله تحية ينعم لأهلنا في عليك، بارك الموصل، الله بيك، بارك الله بسطنك بيك، يا الله مرحب، يعزك. الله شكرا يسلمك، مرحب، جزيلا، تحياتي حياك، لحضرتك وللدكتور سيف، تشرفنا بك حياكم بمداخلتك. الله. دكتور اسكندر، الكلمة لك، تفضل. دكتور اسكندر، تسمعونا دكتور؟ دكتور اسكندر، طيب دكتور، السلام نعم دكتور عليكم اسكندر، دكتور، تفضل تفضل، هل تسمعنا؟ أسمعك بوضوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نهني أنفسنا ونهني منصة أريد بهذا الحدث الرائع الكبير الذي ساهمت فيه منذ البداية، واطلعت على كل الأنشطة الراقية العظيمة التي تطلع إليها هذه المنصة، وقد شاركت سابقا معكم، وإن شاء الله يكون لنا مشاركة أخرى مستقبلا. اسمي هو الدكتور اسكندر حسن عبد الستار، مسؤول الدراسات العليا في كلية العلوم الإدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن من اليمن. تشرفنا بك دكتور. تشرفنا وتهانينا للجميع في المنصة قيادة وقاعدة، وإن شاء الله نشارك معكم في تقديم المحاضرات المختلفة في المجالات المختلفة، ولنا تواصل إن شاء الله. أتشرف شكرا. والله دكتور، والمنصة هي منصتكم جميعا، حياكم الله. دكتور طارق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. دكتور طارق حمد الله أحمد، خبير بيئي مقيم بالمملكة العربية السعودية، سوداني. حياكم الله دكتور. أكثر ما شدني يمكن، وأنا يعني أهني هذه المنصة بهذه الاحتفالية الكبيرة، أن صراحة من خلال متابعتي بالذات لسباق الأمم، إن كان أخيرا، أنها ناقشت قضايا صراحة كانت
من أهم القضايا العلمية، ويمكن ركزت على كثير من المفردات العلمية المعتبرة متطورة وعالمنا العربي يحتاج ليها، وهي أساسا تستهدف كثير من الدول العربية الآن، مشاركين أغلبهم يعني جزء كبير منهم من سواء كان من مختلف الدول أيا كان ينطقون باللغة العربية الفصحى يعني. فصراحة القضايا العلمية الحادثة الآن، بالذات مسألة يمكن الذكاء الاصطناعي، صراحة أنا أشيد بهذا الدور الكبير جدا، قام الدول المناصرة في سباق الأمم، كان ناجحا جدا جدا وكان ممتازا ورائعا، وكان الواحد كان يمني نفسه أن يشارك أيضا، وكنت أشارك في كثير من المؤتمرات العالمية الدولية في شتى بقاع الأرض يعني. فأنا أهنيهم بهذا النجاح، وأهني الدكتور سيف السويدي والقائمين على المنصة عموما ومجلس الإدارة، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن نجد مزيدا من التقدم والنجاح لهذه المنصة، بارك الله فيكم. شكرا دكتور طارق على المداخلة. مولاي مصطفى المقدم، تفضل، تأخرنا على طلبك، تفضل أستاذ. أي تفضل، السلام عليكم. نسمع ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، بمناسبة احتفال منصة أريد العلمية الدولية للناطقين باللغة العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيسها السنوية الثامنة ويوم الباحث العربي، أود أن أعبر عن شكري العميق لجميع أعضاء المنصة وفي مقدمتهم المشرفون على جهودهم الرائعة في إدارة وتطوير هذه البيئة العلمية الهامة. فمنذ انطلاق منصة أريد، تمكنت هذه المنصة المباركة من توفير بيئة تعليمية وبحثية عالية المستوى للباحثين والمهتمين باللغة العربية. وهذا إن لم يكن ممكنا أو ممكنا دون جهود الفريق الرائع الذي يعمل بتفان واجتهاد لضمان تقديم خدمات متميزة ومحتوى ذي جودة عالية. كما أود أن أثني على دور المؤسسات الشريكة لمنصة أريد التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز البيئة العلمية وتوسيع نطاق الفائدة التي يمكن للمنصة تقديمها للمجتمع العربي والعالمي. بهذه المناسبة السعيدة، أتمنى لمنصة أريد المزيد من التقدم والنجاح في المستقبل، وأن تظل مصدر إلهام ومعرفة للجميع. شكرا لكم جميعا، وشكرا دكتور، لكل من أي من المغرب ساهم وشارك تحدثنا؟ في بناء هذا الصرح العلمي الرائع، ولنستمر سويا في خدمة العلم والمعرفة. والسلام دكتور عليكم ورحمة من أي الله تعالى جامعة عفوا؟ وبركاته. من أي جامعة؟ نعم أستاذ، من أي جامعة عفوا؟ جامعة ابن زهر آه نعم، حياكم الله، المملكة تشرف. المغربية. نعم معروف، حياكم الله، الله بارك يسلمك. الله فيكم. ننتقل دكتور معتصم بخيت. دكتور معتصم لو تتكرم، أو ننتقل إلى الأستاذ أو الدكتور حامد المهدي البشري، فليتفضل. أي نعم، مرحبا. دكتور معتصم تفضل. أي نعم، السلام عليكم دكتور أحمد الجنابي، ورحمة الله وبركاته. أحييك على هذه الإدارة المميزة، السلام عليكم ورحمة وتحية الله. لمنصة دكتور أريد سنعود إليك، دكتور حامد المميزة. تفضل. دكتور معتصم تحية للمنصة، نعم، تحية لك دكتور أحمد، وتحية للمنصة المميزة التي تحمل الإرادة والعزم، وتحية خاصة للدكتور المؤسس سعادة الدكتور سيف السويدي وجميع الأعضاء الكرام المشاركين. حقيقة موضوعات مهمة جدا ومشاركات ثرة، سعدنا بالتواصل وحضور هذه الفعاليات، وكنا نمني النفس بالمشاركة، لكن لعل الختام مسك في المشاركة هذا اليوم. بإذن الله. إن شاء الله أتمنى إنه نحن نخرج أفضل ما عندنا في
الملتقيات القادمة بإذن الله تعالى. تحياتي لكم جميعا ولجميع الحضور. بارك الله فيك. أي جامعة في السودان؟ أنا هنا مقيم في دولة الإمارات وأعمل بكلية الاتصال بجامعة الشارقة. تشرفنا يا دكتور، حياك الله. بارك الله فيك دكتور أحمد، وتحياتي للجميع. حياك دكتور معتصم. دكتور حامد تفضل. وبركاته. نعم دكتور تفضل. دكتور هل تسمعني بوضوح؟ في البدء نشكر منصة أريد على هذه الاستضافة التي يعني كنا حضورا لهذه الاحتفالية الرائعة، ونتمنى للمنصة إنه دوام التوفيق والمزيد من الازدهار، وإن شاء الله يعني نتمنى لها في كل شيء أن تتقدم أكثر فأكثر. وأنا من السودان، جامعة سنار، وإن شاء الله أتمنى من إنه يعني أنا بصفتي أتكلم عن نفسي، إنه إن شاء الله سوف تكون لنا يعني مشاركة طيبة وتوأمة ما بين الجامعة ومنصة أريد إن شاء الله في السودان إن شاء الله. والشكر لكم جميعا وللأسرة الكاملة لمنصة أريد التي يعني قامت بدور مجهود كبير جدا في طيلة هذه السنين السابقة، ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله يا أخي، وجزاكم الله خير يا أخي، وبارك الله فيكم. شكرا يا دكتور. ممكن نهيئ الاتفاقية على المحفل العلمي المقبل لتوقيعها مع جامعة سنار إن شاء الله. إن شاء الله سوف نعمل على الترتيب إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. تتشرف المنصة بكم جميعا. الله عندنا مداخلة من الدكتور يوسف السويدي، لو تتاح له الكلمة لطفا. حساب نعم يوسف السويدي أمامي الآن باللون البرتقالي. نعم ممكن إتاحة الصوت لو تكرمتم. أي نعم الآن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا تحدثت في بداية الاحتفال. نعم دكتور. بس الآن بالنسبة للمباركة، يعني أحب أن أبارك لك ولنا جميعا الذكرى الثامنة لتأسيس المنصة، وأحب أن أقول أنها بلا شك خدمة عظيمة لأمتنا العربية، وأتمنى كل النجاح للمشاريع المستقبلية التي خبرنا عنها الدكتور سيف، جزاه الله خيرا. في الختام أكرر مباركتي للجميع بهذه المناسبة السعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور يوسف السويدي، واستمعنا لكلمتك نعم في البداية، والنعم منك ومن دكتور سيف على هذه الإنجازات الكبيرة والعظيمة. لعلنا نختم بدكتورة خضرة، وقد تأخرنا في الرد عليها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. تحية مسائية طيبة دكتور أحمد، جعلكم الله من الحامدين والشاكرين. وإياكم. نعم تأخرتم، ولكن تأخركم معذور نظرا لهذه الكوكبة الهائلة والرائعة لأكثر من ثلاث سنوات، من أكثر من ثلاث ساعات. هنيئا لمنصة أريد هذا التميز، هنيئا لها بالذكرى الثامنة لتأسيسها، وهنيئا لي بالذكرى ما يفوق خمس سنوات من الانتماء والشهادات في هذه المنصة. مزيدا من التفوق والتميز، مزيدا من الارتقاء، مزيدا من التواصل العلمي، أخص بذكر الدكتور سيف السويدي رمز التواصل العلمي الدكتور ياسر طرشاني، ولا ننسى إخواننا الأوائل دكتور معد الحاكم، أستاذة ابتسام حلالي، أخونا معاذ العثمان إلى آخره. شكرا جزيلا، طبتم ودمتم وجزاكم الله ألف خير، وشكرا جزيلا. والله بودنا نختم، لكن هناك طلبات لا ترد، يعني منها دكتور ياسر طرشاني، يعني مثلك يسمع. تفضل دكتور ياسر. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا، يهنئكم بمناسبة هذه الذكرى الطيبة، ونتقدم بالشكر سعادة الدكتور سيف السويدي، سعادة الدكتور أحمد على حسن إدارته
ومشاركته، وأتقدم الجميع بالتهنئة وأدعوكم جميعا للمشاركات في كافة المشاركات والفعاليات بمنصة أريد القادمة وفي المحفل العلمي. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله سعادة الأستاذ دكتور ياسر طرشاني. لعلنا نختم بالأستاذة هند وليد سعيد، تتفضل. حتى نعلن الهدية المقدمة السلام من عليكم منصة ورحمة أريد، الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أقدم نفسي لحضراتكم، أنا المدرس هند وليد العبيدي من الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياسية بالعراق. طبعا أبارك لأنفسنا كأعضاء في منصة أريد، وأبارك لجميع كادر هذا الصرح العلمي الأكاديمي المتميز اللي يشمل كادرها اللي إحنا نعرفه ويظهر إنه بكل نشاطاته، وما هم كانوا جنود يسهرون على ظهور هاي المنصة بكامل حلوها وكامل تميزها. أشكر الجميع، جميع الأعضاء، وأشكر الأستاذ الدكتور سيف السويدي على تأسيس هذا الصرح الأكاديمي المتميز، وأتمنى للجميع التميز والعطاء، وشكري لجميع الأعضاء. شكري شكرا لكم. أحب شكرا أستاذ من هند. حضرتك، عفوا، أحب من حضرتك أنه أستغل فرصة أنه أتكلم، وأنا آسفة على الإطالة، لا تفضل. لكن أنا عضوة صار لي 4 سنين في منصة أريد، وإلي الشرف أنه أكون أحد أعضاء هذا الصرح العلمي المتميز. لكن عدة مرات تصير عندي، يمكن كل حضراتكم تعرفون إحنا بالعراق عندنا النت، نعاني من مشكلة ضعف النت، فكثير من النشاطات احنا نحضرها. اي نعم، هو كان الباب الاول للفائده العلميه، وانه احنا دا نكسب خبرات معرفيه من جميع ما ينطرح من طرح علمي واكاديمي. لكن تعرف من حضراتكم أنه إحنا نحتاج أنه لشهادة نعلقها كوسام إن أمام جامعاتنا أنه إحنا مشتركين بهاي النشاطات العلمية. فلضعف النت يعني ما كان إن الشرف نعم. أنه نحصل على أكثر نشاطات يعني. فأني صار الأسبوع اللي فات وهذا الأسبوع متكرر أنه ما أقدر أفتح الرابط، شكرا فأتمنى شكرا من استاذ حضراتكم هند. أن تحلوا هاي المشكلة. لا لا ان عفوا، شاء الله ما أنا في مشكورة، مشكلة. أنا مشكورة، شكرا جزيلا، الله يسلمك. تحياتي، شكرا تصبحون استاذ على هند. ألف خير.